سعادة نائب صباح الخير. صباح الخيرات استاذ مالك، كيف يا هلا؟ الحمد لله، بحييك وبحيي ضيفك الكريم. اهلا وسهلا فيك، تفضل الهواء لك. عملوا لي قال ما بعرف كيف انذكر اسمي هلا خلال الحوار بالبرنامج. ضمن المؤتمر الصحفي اللي كنت عقدته حضرتك قبل امبارح وامبارح، المؤتمرين الصحفيين. هلا بالنسبه لل يعني لل بالنسبه ل لمحمد كباره بالذات، انا اللي بدي اقوله انه انا خلال عملي السياسي يعني من اكثر من 20 سنه لليوم ولا مره تعرضت للجيش، وكل عمري كنت دافع عن الجيش وباحلك الظروف واصعب الايام اللي مرينا فيها بطرابلس. كان كلامي واضح، وكنت دائما اقول ما في خيار عنا الا الدوله والمؤسسات والجيش اللبناني والاجهزه الامنيه. هلا باللقاء الوطني الاسلامي، بالاجتماع اللي حصل، الكلام تفسر غلط وتحرف، وفي ناس لهم مصلحه من فريق معين لاستهدافي بالذات، بالنسبه لمواقف سياسيه من فريق 8 اداره النظام السوري. هلا للي نقال بالبيان، نقال حرصا على المؤسسه العسكريه. سعاده النائب، هلا بالامس كان كثير واضح كلامك، ممنوع المس بالمؤسسه العسكريه. اكيد هذا موقفي وما تغير، هذا ولا بيتغير. ومعقوله انا معقوله انا احكي على الجيش والشهداء الابطال اللي سقطوا من الجيش اللبناني، للي كلياتنا بنحني قدامهم وبنحترمهم وبنحترم التضحيات اللي عم يقدموها، انه 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 انا محمد كبارة اجي اخذ موقف ضد الجيش مع التكفيريين للي جايين من وراء الحدود، بس استغلوا الكلام. انا مظبوط، ما كنت بدي اسالك، حينما تقول حضرتك وكان في شهداء، نحذر من تحويل الجيش الى ما يشبه جيش المالكي. لا ها ما قلنا تحذير الجيش. لا روح شوي، تفضل. رح ارجع عدلك انا. تفضل. انا قلت نحن في عنا ارهابين، في ارهاب تكفيري جاي من وراء الحدود ونحن ضده، وفي عنا ارهاب تفجيري داخل لبنان. هلا الارهاب التفجيري كلياتنا بنعرف هالتفجيرات اللي كانت عم تحصل، وكلنا بنعرف الاغتيالات اللي حصلت بلبنان، وكلياتنا بنعرف الاحتلال لما احتلوا بيروت، ولما جربوا يحتلوا الجبال، ولما نقلوا المعارك لعلى طرابلس، وكلياتنا بنعرف شو هالحكي يا سعادة النائب؟ كيف تربط الامور ببعضها؟ يعني لا بدش، لا هذا الكلام اللي قلته، يعني هذا الكلام. موقفك يا سعادة النائب، موقفك انت حر فيه، بس حرام احترم عقول الناس شوي، وانه ما تربط الامور اللي ما اللي ممكن تربط. اللي يعني شو رايك انت اعطيني رايك بالموضوع لحتى اعرف شو بدي جاوبك. انه هلا اللي صار بمنطقه عرسال واللي كان عم بيصير وين ما كان بالصين له علاقة فيه حزب الله. لا واسع على حزب الله. سعادة النائب ما بيصير هذا الكلام، هذا جزء من عملية تضليل واسعة عم بيصير للشعب اللبناني. ما في تضليل، بس في افتراء لموقف. بعدين هذا موقف اللقاء الوطني الإسلامي، منو موقفي الشخصي. بس حضرتك قريته. قريته مظبوط، قريته. ايه نحن قلنا حرصا على المؤسسه العسكريه للدل جامع على كل لبنانيين، وشي خوفنا نحن، خوفنا نحن اللي بيهمنا من الكلام كان الحفاظ على اهالي ارسال. هذا الهدف اللي كان، انه ما يصير استغلال لهالموضوع ان كان من قبل حزب الله او غيره لحتى اهالي عرسال يدفعوا الثمن. سمعتوا اهالي عرسال يا استاذ محمد؟ سمعتوا اهالي عرسال امبارح لما عم بيقولوا المسلحين عم يضربوا ازايف وصواريخ من بين البيوت عم يستدرجوا الجيش ليرد عليهم؟ سمعتوا الرئيس سعد الحريري لما عم بيقول حزب الله ما عم بيقاتل بعرسال؟ وانتم حضرتك من كتله المستقبل. سمعتوا شو قال؟ قال انه حزب الله ما عم يضرب بعرسال. حزب الله قال الرئيس سعد الحريري.
ما اجت الورقه فيه. هلا 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 ان شاء الله ما يكون عم يضرب، يعني احنا انا بتمنى حزب الله يضرب عرسال ويتحول الموضوع ياخذ منحه غير 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 المنحه للي مفروض يتاخذ. انا هذا اللي بتمنى. على كل حال يوم موقفكم داعم للجيش. انا ما قصت اليوم انا كمحمد كبارة انا بتحدى مين اللي كانوا يا استاذ مالك. تفضل. انا بتحدى حدا يجيب شيء يطلع شيء بيان عن اسمي في اي اساءة للجيش المالكي. ما عمل لك يا استاذ محمد اتهمتوه بمحاولة تحويل لجيش المالكي، اتهمتوه بانه عم يتحول لجيش المالكي. لا لا، قلنا حرصا على المؤسسة العسكرية انه ما يتحول، يعني نحن خوفنا على اهالي عرسال. إيه؟ ما خوف، ما عم نقول انه لانه عم يقاتل الارهابيين. بس اليوم لما عم بيقاتل الارهابيين، اليوم لما عم بيقاتل الارهابيين وبتقول له بحذرك تصير جيش مالكي، شو بتكون عم تقدم له ورده؟ هدول خارجين عن الدين. إيه؟ وخارجين هدول بقى لهم لا دين ولا حدا بيقبل فيها. والله منيح اللي قالت هالسعوديه موقف لحتى استاذ محمد إيه. اليوم هذا الموقف يسري على زملائك خالد ظاهر ومعين المرعبي؟ هلا هيدا سالوهم لهم، بس انا عم احكي عن موقفي. انا من 20 سنه لليوم بتحدى حدا يطلع لي تصريح او بيان رغم باصعب الظروف اللي مرت فيها طرابلس، وكان في اي اساءه للجيش اللبناني، لانه بالنهايه ما عندنا خيار نحن الا الجيش والدوله والمؤسسات، وهيدي اللي بتحفظ الوطن، وهيدي الحمايه الاساسيه لكل اللبنانيين. بس نحن مشكلتنا مع الدوله الموجوده اللي ضمن الدوله، وللي مهيمن على الدوله ومهيمن على اقتصاد الدوله ومهيمن على سياسه الدوله. طيب. ومهيمن على امن الدوله. سعاده النائب، بعد عندي سؤال بهذا الموضوع. كل هذا الدعم المطلق اليوم للجيش، ماذا عن الاعتداءات التي يتعرض لها الجيش في طرابلس اليوم اللي عم يضربوا على الجيش؟ عم تغطون هذا مستنكر. وانا قلت انه 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 للي فكرهم يرجعوا طرابلس لايام الاحداث، هدول ما في اي غطى سياسي عليهم وبدهم يتحاسبوا، لانه بالنهايه الناس بدها. اليوم كانوا واضحين بالصوره، كان في صوره بلحظه الاعتداء على الجيش شادي مولوي وابو عمر منصور، اليوم مع مجموعه، هيدي الصوره ليش ما بتتحركوا كقوى سياسيه كلقاء اسلامي حتى ما زال هالقد داعمين الجيش؟ اساسا نحن انا استنكرت هالشيء، واساسا اهالي التبين تبرئوا منهم، اللبناني الطرابلسيين كلهم متبرئين منهم. متبرئين من شادي مولوي وابو عمر منصور؟ طبعا طبعا، للي بيضرب الجيش وبيعتدي على الجيش، اهالي التبين عملوا بيان واستنكروا الاعتداء على الجيش. حضرتك اليوم شو بتدعي الاجهزه الامنيه تعمل باللي عم يعتدي على الجيش وصورته واضحه؟ بطلب من الاجهزه الامنيه تطبق القانون تحفظ امن الناس، وهي مسؤوله بالنهايه عن امن الناس ومسؤوله عن حياه الناس، وهيدي امانه برقبتها استقرار المدينه. وما في خيار الا الدوله والمؤسسات والجيش اللبناني والاجهزه الامنيه. طيب سعاده النائب، نحن سبق وقلنا لك مره يوم جلسه انتخاب دكتور جعجع، يوم اللي رفضت انتخابه على اساس انه طرب يعني لن تقبل هذا الموضوع حرصا على روح الشهيد رشيد كرامي كفاره. سعاده النائب اليوم نرجع بنقول لك بهذا الموقف الداعم للجيش اللبناني كفاره سعاده النائب في هذا الموضوع. كل الدعم منا ومنك للجيش اللبناني، اذا هيك نحن وراك بهذا الدعم للجيش اللبناني. اكيد، ما هذا اساسا، ما هلا أنا من 20 سنة ما تغير موقفي، من 20 سنة ما تغير موقفي، هلا بده يتغير موقفي مع التكفيريين الإرهابيين اللي جايين من وراء الحدود، اللي جايين يخربوا، اللي خربوا العراق وخربوا سوريا وجايين يخربوا لبنان. الحمد لله. سعادة النائب، هذا الموقف يا ريت تنقله للقاء الإسلامي وأنت جزء فيه. هذه كتلة اللقاء الإسلامي اللي حضرتك جزء منها، الوطني الإسلامي، الوطني الإسلامي، يا ريت هذا الموقف المتقدم تشرح لهم إياه وتحاولوا تطلعوا موقف واحد. لا لا لا، نحن دائما هذا موقفهم كمان. على أمل ذلك. أنا بتمنى عليك باللقاء الوطني الإسلامي بكل اجتماعاتنا وبكل هذا وخلال الأحداث والأيام الصعبة اللي مرت فيها طرابلس، إذا شي برا بتطلع لي بياناتنا
في إساءة للمؤسسة العسكرية مرة واحدة. ها ما في ولا إساءة للمؤسسة العسكرية يا أستاذ محمد. أنا بدنا نفتح العسكرية. أنا بتمنى تكون ضيف معي باستوديو هوني لنناقش هذا الموضوع جديا، لأنه في مين دعا لتشكيل جيش لبناني حر بزمانه؟ لشو دعم؟ هيدا ما بيكون دعم للمؤسسة العسكرية ولا وردة للمؤسسة العسكرية. في مين دعا لشو؟ لتشكيل جيش لبناني حر ومعكم باللقاء الإسلامي الوطني. هلا عمل لك فمشان هيك عم حاول اقول لك يا ريت تشرح لهم، يا ريت تنقل لهم هذه الصورة المشرفة والداعمة للجيش اللبناني. انا اللي عم اطلبه منك انه تراجع بيانات اللقاء الوطني الإسلامي. اذا في مرة من المرات خلال احداث طرابلس الصعبة اللي مرينا فيها كان في شي مرة بس اي تعرض للجيش اللبناني، بس كنا كل مرة نقول انه الجيش اللبناني هو اللي مطلوب يحفظ الامن وما عندنا خيار غيره. ما في خيار للطرابلسيين، بدهم امن، بدهم دولة، بدهم الناس تشتغل، بدهم الاقتصاد ينتعش، الناس بترجع على تجارتها، بترجع على عملها، لكن المدينة بدها هيك مرينا بأسوأ الايام. نعم، على كل حال كل التحية لك سعادة النائب، وبرجع بجدد لك الدعوة لتكون ضيفي هون بالاستوديو. أهلا وسهلا فيك دائما ضيف عزيز في هذا البرنامج وهذه المحطة.